المستمعين. شكرا جزيلا. هل هو تونسي أم أجنبي اللاعب اللي نتحدث عليه وما هي التفاصيل له؟ سرياد اسمع فيا، قلت لك هل هو اللاعب تونسي أم لاعب أجنبي وشنية تفاصيل هذه القضية؟ هي الواقع القضية كونه تم إعلان النيابة العمومية حول معناها استيقاف شخص كان معناها في مدينة القصرين في مدينة تالا تحديدا، اللي هي معناها مدينة حدودية بين في ولاية القصرين. تم التحري مع هذا الشخص، تبين كونه الشخص هذا معناها افريقي الجنسية من دول جنوب الصحراء، وكان لاعب سابق بالنادي الصفاقسي. معناها تم استيقاف على سيارته، كان يحمل معناها اشخاص اخرين من دول افريقيا جنوب الصحراء، وبالتحري معه تبين كونه معناها الهاتف نتاعو يحمل ارقام معناها هواتف جواله لاشخاص روسيين واشخاص افارقه. تم الاحتفاظ به باذن من النيابه العموميه، والابحاث معناها مازال جاريه في شبهة معها تكوين وثائق من أجل مساعدة أشخاص على دخول التراب التونسي خلفة. ولا هو كان مفتش عنه ولا تم إيقافه بطريقة عرضية؟ هو ما تمش معناها ما كانش مفتش عنه، معناها تم إيقافه معناها بسيطة، معناها إجراءات أمنية عادية. إجراءات أمنية عادية، تم بالتحري معه وتبين معناها اللي كونه معناها هو بطبيعته كان معناها يحمل معناها مواطنين اخرين معناها اجانب، معناها تم اجتياز معناها مجدسين للتراب التونسي خلفة، وبالتحري معه معناها وبالحجز الهاتف الجوال الهاتف الجوال باذن من النيابه العموميه، تبين معناها اللي هو قاعد يتواصل معناها مع مواطن معناها مواطنين اشخاص معناها تونسيين من جنسيه ويقيمين بمدينه القصرين، وكذلك من أشخاص معناها اللي تم اجتياز الحدود خلفة. معناتها هو توا في الإيقاف وتوا في التحقيق وفي انتظار معناها تم الاحتفاظ به من طرف فرقة الابحاث تفتيش الحرس الوطني بتالا، وبعد استكمال الإجراءات معناها ومعناها انتهاء أجل الاحتفاظ يتم إحالة عن دار النيابة العمومية للبت فيه. وهو مقيم بطريقة قانونية في تونس؟ هو حسب معناها الأبحاث الأولية كونه مقيم بطريقة قانونية في البلاد التونسية. واضح، شكرا جزيلا ويفضلك ويعطيك الصحة على جملة التفاصيل اللي قدمتها. مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين سيد رضا نويوي، شكرا لك، وصلنا لختام لقانا، شكرا للجميع، شكرا للفريق اللي